واللي جاب شي زيتون راه كيطحنو كيديه في نهارو الا بغاه. السلام عليكم، سميتني عبد الرحيم أعليم من تاكزير. انا خدام في المعنصرة ديال الملالي في تانوغا. الزيت عندنا مليحه ان شاء الله، كل شيء بخير. كاين الكاليتي، كاين الجوده، كاينين عندنا جوج طرق، كاينه الطريقه الاولى ديال الفلتر، وكاين عندنا الطريقه الثانيه تنصفيوها بلا فلتر. خص غير الزيت ترقد واحد شويه، واحد 3 سوايع الماكسيموم كاع ولا سميتو، واللي جاب شي زيتون راه كيطحنو كيديه في نهارو الا بغاه. الجوده كاينه الجوده، ولكن الروندمون ما كايناش. الزيتون ما كيعطيش دابا الجوده. الكاليتي كاين، ولكن العطير راه ما كاين. كيعطي تقريبا ما بين 10 حتى 13 14 ونص يطرو في القنطار، هادشي اللي كيعطي شويه. والثمن غالي الزيتون. لا منوع الزيت، الزيت ما كتشاتش في المرجان، كيمشي على المرجان بوحدو. الزيت منوع، ما كتخرجش في المرجان. مرحبا اللي بغى يجي، مرحبا به. المحل محلهم الله ودي، علاش حالين حنا هذا المحل؟ المحل راه ديالهم، ديال الباترون. راه كاين النمره ديالي انا 0696 86 35 35. اللي بغى ياخذ شي حاجه مرحبا به، يتصل بيا. مرحبا بي. شي 16 عام تقريبا ديال الحرفه في الزيتون تقريبا. خدمت بكري، خدمت في المعصره التقليديه ديال البغل، وعاد الماكينه الرحاكه تدور غير بالضو، ولكن الزيار ديال الليد شي شويه تطورات الوقت. احنا خدامين ثاني في هذه شغلتنا، وتنطلبوا من الله ترخى شويه والسوق يرجع شويه خفيف، حيت راه قاصح شويه السوق. الدرويش ما عندهم ما ياكل. الزيتون 220، من 260، من 160 حتى ل 220، وتيخرج في 14. ما الزيت تنبيعوها ب 1800 ما مخرجاش. نخدم بكري مازال صغار، تنخدم وتندحنو، تندحن في هذاك الزيتون بكري مازال على واحد المعصره، تندحنو في الكاشوج ديالنا باش تندحنو، تندير الحداثه وتندحنو في الزيتون. ولا قضيات اخرى تيدحنو بالبغال شويه شويه هاد المكان، ولكن هاد السيد راه خدم خدمه مزيانه. هاد السيد تيجي الزيتون عنده مزيان، الله تيدحن مزيان، الزيت عنده مزيان، انت ديما تنطحن عنده. الله يجعل البركه واسيدي، الله يجعل البركه. لا الزيت تدخل بركه تتخرج، ولكن الله يعطينا شتا، الله يعطينا شتا خليله هذا العام شويه، ولكني كالبركه من عند الله.